عاصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين بنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، فلا يأمن الجاني بغير حماهم وجارهم لم يخش جورا ولا فقرا، فهم علة الإيجاد والسبب الذي به الله سن الحشر للخلق والنشر، فلو لم يكن في صلب آدم جدهم لما سجد الأملاك طرا له شكرا، ولولاه لم تقبل لآدم توبة ولم ينج نوح لا ولا فلكه قرا، وللنار صارت جنة لخليله ولا كان موسى بالعصا فلق البحر، ولا رفع الله المسيح إلى السماء ولا كان عن أيوب قد كشف الضر، جاء في الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن مثل أهل بيتي فيكم
كمثل سفينة نوح من ركب نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللهم اجعلنا ممن ركب سفينة النجاة. اللهم اجعلنا من متبعي وموالي آل بيت نبيك صلى الله عليه وآله، لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة طرفة عين أبدا، بعظمتهم وبركتهم وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ملاحظة أذكرها ثم إن شاء الله تبارك وتعالى أدخل فيما أنا في صدده وبياني وفي صدد بيانه. في الليلة الثانية من شهر ربيع الأول تحدثت عن مسألة حديث متداول بين الناس، وقلت أن هذا الحديث حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله، فهو قول من بارك الناس في شهر ربيع الأول حرم الله جسده على النار، ولا زلت عند قولي، يعني ما رديت، هو قولي هذا حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس له وجه من وجوه الصحة. تعلل البعض بأن النبي صلى الله عليه وآله كان في حديث مع أبي ذر الغفاري وتكلم وياه عن شهر ربيع الأول، وذكر أن هذا الحديث مذكور في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. الجواب عن هذا القول أن هذا الحديث كان خاص بأبي ذر الغفاري وفي حادثة مخصوصة، ما يعم المسألة. الملاحظة أني في ضمن الكلام الذي تكلمت به ذكرت جملة اشتباها من عندي، اشتباه قولي، يعني اشتباه باللسان، أني قلت أن النبي صلى الله عليه وآله بقي جسده 3 أيام لم يغسل. تصحيح المعلومة، 3 أيام لم يدفن، مو لم يغسل، تصحيح العبارة. أصحح مرة ثانية، قلت 3 أيام لم يغسل في ذاك اليوم، قلت تصحيح العبارة، 3 أيام لم يدفن، 3 أيام بقي جثمان النبي صلى الله عليه وآله لم يدفن، دفن في اليوم 3 من يوم وفاته صلى الله عليه وآله. هذا لتصحيح المعلومة حتى لا تبقى في ذمتنا ونحاسب عليها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا نكون بعد إحنا نقول لحد يفتري على رسول الله وإحنا نصير بدل المفتري. أبعدنا الله وإياكم عن الافتراء على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء الأعلام، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة والليلة التي تليها والليلة التي بعدها ليالي متعلقة بشهادة مولانا وإمامنا الإمام 11 من أئمة الهدى، مولانا وإمامنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولشرف ذكره صلوات على محمد وآل محمد. ولكوننا وأنا أحدهم من المقصرين جدا، مقصرين إلى حد جدا عظيم في حق أئمتنا صلوات الله وسلامه على مجمعين، لا سيما في حق إمامنا العسكري بأبي وأمي. مثلي وأمثالي دائما يحط الأعذار، شنو الأعذار؟ التاريخ ما ساعدنا، المصادر ما أعانتنا، ما أدري شنو، ما نقدر.
لو إن شاء الله أنا أخطو هذه الخطوة وأسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يكتبها لي، لو أتينا بما هو موجود، الآن المطلوب منا ما نأتي بما ليس بموجود، ما هو موجود من أحوال وشؤون أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. الآن مو مطلوب منا، حتى الأئمة ما راح يطالبوننا يقولون والله تعال جيب شيء مو موجود في التواريخ ولا موجود في الكتب ولا موجود في المصادر. أقل ما يكون، أقل تكليفنا أن نأتي بما جاء في المصادر والكتب من أحوال وشؤون أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولو نأتي بها على شكل وعلى هيئة الرواية، الآن من غير تفصيل، من غير بيان، من غير شارح، من غير توضيح، أقل القليل أن نسعى في نشر فضائل ومناقب وكلمات وأحوال وشؤون أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. لا ننتظر كارثة تصير حتى ندافع عن أئمتنا. ذكرت أنا في أحد المجالس، قلت أهل الكفر والفسوق والعصيان يفعلون بعض الأمور اللي تحرك أهل الولاية، تحرك أهل الولاية غيرة على مذهبهم وغيرة على أئمتهم، هم يريدون الضرر للمذهب، لكن الله سبحانه وتعالى يحول هالضرر لمنفعة لهذا المذهب. لكن مثلي وأمثالي ما يستغل مثل هذه الفرص العظيمة في الدفاع عن مذهبه وعن أئمته. كان من أثمن الفرص، والحمد لله بعض أهل الولاية، ما أدعي إني من واحد منهم، لكن اللي فعلا أهل الجهاد، لما قام الفسقة الفجرة الظلمة البغاة بتفجير القبة المشرفة لإمامينا الهادي والعسكري، أرادوا ظلما وبغيا وأرادوا إفسادا، الله سبحانه وتعالى جعلهم الأخسرين، فجروا قبة الإمامين الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليه، وضجت الشيعة. الشرق والغرب بدأ يلتفت، شو القضية؟ شنو صاير؟ شو اللي صاير في سامرة؟ شنو هذه سامرة؟ شنو قضيتها؟ شنو هذا اللي تفجر؟ بدأ الناس يبثون اللي تفجر مرقد إمامين من أئمة الهدى، من أئمة الشيعة. من هالإمامان؟ الإمام الهادي والإمام العسكري. أهل الديانات، أهل المذاهب، أهل ما أدري الشرق والغرب، ما كانوا يعرفون الإمام الهادي والإمام العسكري. من الإمام الهادي والإمام العسكري؟ هم يعرفون لأن المشهور من عنا تتكلم الشيعة، تتكلم عن أمير المؤمنين، تتكلم عن الحسن، تتكلم عن الحسين، وشوية تتكلم عن الإمام زين العابدين، شوية هم تتكلم عن الإمام الصادق زعيم مذهبها، وبقية الأئمة ما يعرفونهم، ما حد يعرفهم. من هذول؟ من هذان الإمامان؟ بدأت صد المجاهدون. قلت وأعيد اللي أنا واحد مو منهم، تصدى المجاهدون من أهل الولاية لبيان من هذان الإمامان، من الإمام الهادي، من الإمام العسكري. الإمام الهادي وبينوا نسبه، الإمام العسكري وبينوا نسبه. زذولة هذولة أنسابهم تمتد إلى أمير المؤمنين، إش قضيتهم؟ إش جابهم السامرة؟ شلون صاروا أئمة؟ بدأ قلت المجاهدون يبينون الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أحواله، شؤونه، شلون طلع من المدينة، شلون وصل سامرة، شنو أحواله في سامرة، شنو قضيته، شلون صار ويا حكام عصره، السوى، شنو معاجزه، شنو كراماته، شنو كلمات قالها الإمام صلى الله عليه، شنو خطب قالها الإمام. عجيب، هذا الإمام الهادي هالشكل عنده تراث؟ الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هالكثر عنده خطب؟ الإمام الهادي هالكثر عنده علوم؟ بدأت الناس تتوجه. من الإمام العسكري؟ بنفس الجواب، أهل الجهاد والإيمان والتقوى والورع اشتغلوا، تعالوا تعرفوا على الإمام الهادي،
تعرفوا على الإمام العسكري، شوفوا ذولا أئمتنا صلوات الله وسلامه على مجمعين، وهذا منهجهم، وهذه أحوالهم، وهذه شؤونهم، وهذه معاجزهم، وهذه كراماتهم، وهذه أحوالهم وشؤونهم. التفت الناس على مذهب أهل العصمة، اللي ما كان أصلاً يلتفت إلى الإمام العادي والإمام العسكري، واللي ما كان يلتفت إلى مذهب التشيع، ببركات الإمام الهادي والإمام العسكري بعض المؤمنين يبلغني يقول شيخنا أنا عندي موقع على الإنترنت، يقول الآن هم صادقون هم كاذبون، اللي راسلوني على الإنترنت صدقهم وكذبهم لهم وعليهم. شيخنا موقعي سجل الداخلي للتعرف على أحوال الإمام الهادي والعسكري 100,000. مئة ألف واحد دخل يتعرف على أحوال الإمام الهادي والإمام العسكري. شيخنا ما أقول لك 100,000 كلهم أعلنوا تشيعهم، لكن أقول لك شيخنا مو أقل من 100 شخص من اللي دخلوا إلى الموقع أعلنوا تشيعهم في هذا الموقع. لئن يهدين الله بك رجلا واحد أفضل مما طلعت عليه الشمس. أنا من خلال هذا المنبر الشريف، من خلال الحسينية العامرة المباركة، لاشترك بالثواب جميعا إن شاء الله، أنا بصوتي وأنتوا بجهودكم وأعمالكم، الله يحفظهم أهل الإيمان في الحسينية، مع قلة عطائي وكلماتي الضعيفة وبحوثي الركيكة ينشرونها على الإنترنت وأهل الإيمان يسمعونها، وإن شاء الله يوصل صوتنا ويوصل لساننا ويوصل كوصل كلماتنا تقربا لعتبة ساحة مواليد الكرام وأئمتنا العظام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ان شاء الله هالليله والليله القادمه وليله استشهاد الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بعض احوال وشؤون الامام الحسن العسكري بابي وامي وروحي فداه، لعل الله سبحانه وتعالى يمن على واحد بالهدايه فننال جميعنا ان شاء الله الاجر والثواب ببركات امامنا ابي محمد الحسن العسكري وببركة ولده الخلف المنتظر المهدي سلام الله عليه. نبذة سريعة على الإمام العسكري صلوات الله وسلم عليه. الليلة كم فضيلة في ذكر من فضائل الإمام صلوات الله وسلم عليه. الليلة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض احتجاجات إمامنا صلوات الله وسلم عليه وبأبي وأمي، الإمام كان يجلس مجالس ويصير بينه وبين أهل الخلاف، بينه وبين أهل الأديان، بينه حتى وبين شيعته، نوع من أنواع الحوار، سؤال وجواب، يطرحون إشكالاتهم الإمام يجاوب، يطرحون أسئلتهم الإمام يجاوب. إن شاء الله الليلة القادمة في احتجاجات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الليلة في نبذة سريعة في أحوال وشؤون إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وفي ذكر بعض فضائله ومناقبه بأبيه وأمي وروحي وأرواح العالمين له الفداء. الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في 8 من شهر ربيع 2 سنة 232 للهجرة في المدينة المنورة. أمه السيدة، أشهر أسمائها السيدة سليل وتعرف بالسيدة ريحانة، قال فيها أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما معنى سليل؟ مسلولة عن الرذائل والأرجاس والأنجاس. ومعنى ما قال الإمام صلوات الله وسلامه ولن تمضي مدة حتى يرزقها الله بمولود يرزق منه من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه رحل من المدينة المنورة برفقة أبيه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو ابن 4 سنوات ونصف السنة، مهاجرا من المدينة المنورة إلى سامرة اللي أخرجهم من المدينة إلى سامرة المتوكل العباسي عليه اللعنة، أخرجهم من المدينة إلى سامرة، أقام في سامرة بقية زمن أبيه الإمام الهادي إلى أن استشهد الإمام الهادي، بقي الإمام العسكري إلى أن استشهد في سامرة. استشهد الإمام الهادي العسكري صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون في 8 من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة. بهذا الحساب عمر إمامنا العسكري بأبيه وأمي 28 سنة إلا شهر، ما كمل 28 سنة الإمام صلوات الله وسلامه، 28 سنة عمره إلا شهر. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه له 3 إخوة وأخت، 3 إخوة وأخت. إخوته الثلاثة أكبرهم السيد محمد صلوات الله وسلامه عليه، الشهير بالسيد محمد 7 الدجيل، هو أكبر إخوة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وكان يظن الشيعة أنه الإمام من بعد أبيه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وسيد محمد له مقام عالي ورتبة رفيعة، وخصوصا أهلها الحسينية لهم علاقة مع سيد محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنهم أقاموا موكبا باسمه الشريف بأبيه وأمي، وكثير من أهل الإيمان من كبارهم الله يحفظهم كلكم كبار إن شاء الله، حدثوني بكثير من الفضائل والفيوضات والخيرات التي نالوها من يد السيد محمد صلوات الله وسلامه عليه. عنده أخ آخر يقال له الحسين، وكان يسمان معا، الإمام الحسن وأخوه الحسين يسمان معا، يسميان معا بالسبطين، يسميان معا بالسبطين تشبيها بمن؟ بالحسن والحسين. والحسين هذا كان من أهل الصلاح والتقوى والورع والإيمان، وكان هذا حسين على ما يروى كان شبيها بجده النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. كما أنه يروى أن صوت حسين هذا يشبه صوت إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه. سؤال اللي جاوبه ما أدري أعطي جائزة، تعلمون هذا حسين وين مدفون؟ أحد يعرف؟ مر عليكم هالمعلومة؟ حسين هذا مدفون تحت أقدام أخيه الإمام الحسن في سامرة، نفس الصندوق هذا، شايفين الصندوق؟ الصندوق الحاوي للقبور الشريفة، الإمام الحسن العسكري، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، السيدة حكيمة، السيدة نرجس، وتحت أقدام الإمام الحسن أخوه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، له منزلة رفيعة. ثالث إخوته جعفر، وأكو نهي وارد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بعدم التعرض له، أنا شايف رواية الشكل معناها أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بما في معنى أنه دعوا أمر جعفر، كان أحواله وشؤونه على كل حال. له أخت واحدة يقال لها علية، وقيل في بعض الروايات اسمها عالية، أخت واحدة اسمها علية، وقيل في بعض الروايات أن سلام الله عليها اسمها عالية. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ليس له من الزوجات إلا زوجة واحدة،
وليس له من الأولاد إلا ولد واحد. زوجته الوحيدة هي السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها، أم إمامنا الحجة، وليس له من الأولاد إلا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه. هذه نبذة سريعة في أحوال إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبأبيه هو وأمي وروحي فداه. بما تبقى من الوقت أذكر جملة من الروايات في ذكر بعض فضائل ومناقب إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه هو وأمي عن أبي هاشم الجعفري قال: لما مضى أبو الحسن صاحب العسكر، أبو الحسن صاحب العسكر يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، اشتغل أبو محمد ابنه عليهما السلام بغسله وشأنه، وأسرع بعض الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب ودراهم وغيرها، فلما فرغ أبو محمد عليه السلام من شأنه صار إلى مجلسه فجلس، ثم دعا أولئك الخدم فقال: إن صدقتموني فيما أسألكم عنه فأنتم آمنون من عقوبتي، ولو أصررتم على الجحود دللت على كل ما أخذه كل واحد منكم وعاقبتكم عند ذلك بما تستحقونه مني. ثم قال عليه السلام: أنت يا فلان أخذت كذا وكذا، وأنت يا فلان أخذت كذا وكذا كذلك. قالوا: نعم. فردوه فذكر لكل واحد منهم ما أخذه، وصار إليه حتى ردوا جميع ما أخذوه. أيضا عن أبي هاشم الجعفري رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول: ما دخلت قط على أبي الحسن وأبي محمد عليه السلام إلا رأيت منهما دلالة وبرهانا. سبحان الله، هذا أبو هاشم الجعفري يعني مظاهر كل يوم يشوف معجزة، كل يوم يشوف كرامة من كرامات الإمام، كل يوم يشوف لمعجزة، هنيئا له. وهذا أخذ حاجته أيضا، إن شاء الله نأخذ حوائجنا من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فدخلت على أبي محمد عليه السلام وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ به خاتما أتبرك به، أردت منه فص، أردت من الإمام يعطيني فص. فجلست وأنسيت ما جئت له، فلما أردت النهوب رمى إلي بخاتم وقال: أردت فصة فأعطيناك خاتما وربحت الفص والكرة، هنأك الله. فقلت: يا سيدي، أشهد أنك ولي الله وإمام الذي أدين الله بطاعته. فقال عليه السلام: غفر الله لك يا أبا هاشم. أيضا عن أبي هاشم من الجعفري يقول: كنت عند أبي محمد عليه السلام فاستؤذن لرجل من أهل اليمن عليه، فدخل رجل عبل يعني أسمر طويل جسيم، فسلم عليه بالولاية فرد عليه بالقبول وأمره بالجلوس، فجلس ملاصقا لي، فقلت في نفسي: ليت شعري من هذا؟ فقال أبو محمد عليه السلام: هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصى التي طبع آبائي عليهم السلام فيها بخواتيمهم، فانطبعت وجاء بها معه يريد أن أطبع فيها، ثم قال: هاتها. فأخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس، فأخذها أبو محمد عليه السلام، ثم أخرج خاتمه فطبع، فكأني أرى نقش خاتمه الساعة الحسن بن علي. فقلت لليماني: رأيته قبل هذا قط؟ قال: لا.
والله وإني لمنذ دهر حريص على رؤيته، حتى كان الساعة أتاني شاب لست أراه. هذه مسألة بعد تحتاج واحد يوقف. أتاني شاب لست أراه، منو هذا الشاب؟ شلون جاب من اليمن إلى سامراء؟ العلم عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي. شاب لست أرى، فقال لي قم فادخل، فدخلت، ثم نهض اليماني وهو يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرية بعضها من بعض، أشهد بالله أن حقك واجب كوجوب حق أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. ثم مضى فلم أره بعد ذلك. قال أبو هاشم وسألته عن اسمه فقال اسمي مهجع ابن الصلت بن عقبة ابن سمعان بن غانم ابن أم غانم، وهي الأعرابية اليمانية صاحبة الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين عليه السلام والسبط إلى وقت أبي الحسن عليه السلام. قال أبو هاشم الجعفري فقلت شعرا بدرب الحصى مولا لنا يختب الحصى، له الله أصفى بالدليل وأخلصا، وأعطاه رايات الإمامة كلها كموسى وفلق البحر واليد والعصا، ما قمص الله النبيين حجة ومعجزة إلا الوصيين قمصا، فمن كان مرتابا فقصره من الأمر أن تتلو الدليل وتفحصا. أروي بعد هذه الرواية وأكتفي وأسألكم الدعاء إن شاء الله بعد بقية فضاء الإمام نبي أبيه وأمي إن شاء الله أحد يعيننا وإن شاء الله يقوم بنشرها. إحنا ذكرنا مجموعة إن شاء الله باكر بعدها نذكر مجموعة من احتجاجات الإمام بأبيه وأمي وروحي فداء. عن أبي جعفر محمد بن علي بن أحمد البرزخي قال رأيت بسر من رأى رجلا شابا في المسجد المعروف بمسجد زبيد في شارع السوق، وذكر أنه هاشمي من ولد موسى بن عيسى، لم يذكر أبو جعفر اسمه، وكنت أصلي فلما سلمت قال لي أنت قمي أو رازي؟ قلت قمي، مجاور بالكوفة في مسجد أمير المؤمنين عليه السلام. فقال لي تعرف دار موسى بن عيسى التي بالكوفة؟ قلت نعم. قال أنا من ولده. قال كان لي أب وله أخوان، وكان أكبر الأخوين ذا مال ولم يكن للصغير مال، فدخل على أخيه الكبير فسرق منه 600 دينار، فقال الأخ الكبير أدخلوا إلى الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول، بدا لي يعني انصرف ذهني، بدا لي عن الدخول على الحسن بن علي عليهم السلام، وقلت أدخل على أساس التركي صاحب السلطان فأشكو إليه. قال فدخلت على أساس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن بن علي عليهم السلام فقال أجب، فقمت معه. فلما دخلت على الحسن بن علي عليهم السلام قال لي كان لك إلينا أول الليل حاجة، ثم بدا لك عنها وقت السحر، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، فلا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطه، فإن لم تفعل فابعث إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره بوجود الكيس. قال أبو جعفر البرزخي فلما كان من الغد حملني الهاشمي إلى منزله وأضافني، ثم صاحب جارية وقال يا غزال أو يا زلال،
فإذا أنا بجارية مسنة فقال يا جارية حدثي مولاك بحديث الميل والمولود. فقالت كان لنا طفل وجع. الله يشافي مرضانا ومرضاكم، وعندنا أطفال هم مرضى يريدون الدعاء، الله يمن عليهم بالشفاء والعافية. ادخلي، نعم، كان لنا طفل وجع، فقالت لي مولاتي ادخلي إلى دار الحسن بن علي عليهما السلام فقولي لحكيمة، أخت الإمام صلوات الله وسلامه عليها، عمة إمامنا الحجة، فقولي لحكيمة تعطينا شيئا يستشفى به، يستشفي به مولودنا هذا. فدخلت عليها وسألتها ذلك، فقالت حكيمة ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني المهدي بن الحسن بن علي عليهم السلام. فأتيت بميل فدفعته إلي وحملته إلى مولاتي، فكحلت به المولود فعوفي وبقي عندنا وكنا نستشفي به ثم فقدناه. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يمن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، وأن يجعلنا ممن يسير على منهاج أئمتنا صلوات الله وسلامه على المجمعين، وممن إن شاء الله ينشر فضائلهم ومناقبهم ويدافع عن حقوقهم صلوات الله وسلامه على المجمعين، وينشر في المقابل هم مصائبهم ما حل عليهم بأبيهم وأمي. هذا ديدنا بعد. الله يحفظ المؤمن اللي قباله، يقول ما تذكروا لنا شوي شيء يفرح قلوبنا، جفت دموعنا وإحنا نبكي. بعد هذا ديدن الشيعة، صار ديدن أهل الولاية البكاء والنحيب، يحتذون في ذلك حذو إمامهم، لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع تبع. واحد يدخل على الإمام زيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه في يوم العيد، شوف الإمام بأبيه وأمي يوم عيد ويوم فرح وسرور، والإمام حاط سفرة أمامه ودموع تجري دموع، حتى خلط الزاد والماء بدموع عينه. التفت له قال له سيدي يا ابن رسول الله، أوليس هذا اليوم بيوم عيد؟ اليوم يوم عيد يا ابن رسول الله، بس بكي بس بكاء. التفت له الإمام قال له يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتئنا. أبو حمزة الثمالي يقول له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي، أما أنا لبؤاكائك أن ينقطع. سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. قال صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، ولكن أسألك يا أبا حمزة هل رب الأجساد بحوافر الخيول بعد القتل لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ هل دخول عماتي من مجلس إلى مجلس لنا عادة؟ قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر ذا مثل المصيبة اللي دهتنا ما حد انصى، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا، والليل كل من العباد ما يفتروا،
سبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصوا بفرد ساعة والسدهم حر الترى لا شفت جسم اللي على المسنات مطرو وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبو ولو شفت الأكبر ما لمتنا بكثرة ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاء يا أبا حمزة أنا ما نكست راسي لجيل ذبح الصنادي ما قصروا بالغاضر يا زلزل قلبي نكست راسي دخول زلب مجلسي ومما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري بآبائه الكرام بولده الخلف فرج عنا يا الله اللهم اشف بهم مرضانا وعاف بهم أحيانا وارحم بهم أمواتنا وأد بهم ديوننا واقض بهم حوائجنا وفرج بهم همومنا وغمومنا واكشف بهم كروبنا واستر بهم عيوبنا المؤسسين والحاضرين تقبل اللهم أعمالهم احفظهم في أنفسهم وفي من يلود بهم اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد يا فاطمة